ورجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا مرة ثانية على شاشة تلفزيون دولة الكويت وبرنامج صباح الخير يا كويت. مشاهدينا، نجاح أي مؤسسة يعتمد على أسلوب إدارتها. الإدارة الناجحة هي فن التعامل مع الموظفين وسمة إبداعية يتميز فيها المدير الناجح. نلتقي اليوم معاكم مع المهندس أحمد ندوم، مستشار ومقدم دورات بالإدارة. نقول حياك الله، منورنا ومشرفنا. الله يخليك وحييك واشكركم جدا على الاستضافة. حياك الله معنا. وبداية يعني اليوم كثير من الأشخاص ما شاء الله عندهم مثلا مركز أنه يكون مدير أو عنده حتى مؤسسة أو عنده شركة، فهو لابد أن يعرف بعض الأساسيات أو الأمور اللازم أنه يكون في الحسبان على أساسها يقدر أنه يدير هذه المؤسسة. فباعتقادك ومن خبرتك ومجالك أيضا، من هو المدير الناجح اليوم؟ هذا سؤال جدا مهم، واعتقد علشان نجاوبه لازم احنا نعرف احنا شنو نبي اصلا من المدير. انت اليوم لو عندك مهمه فرديه، مثلا عندك كاتب يبي يكتب كتاب، راح تلاقيه يقعد ويكتب الكتاب ويخلصه وينشره. ولكن لما تبي تسوي مشروع كبير، مثلا واحد يبي يبني بيت، فيحتاج اكيد عمل جماعي. صح. العمل الجماعي يفرق عن العمل الفردي، ان الاشخاص ممكن كل واحد يكون له توجه فيحتاجون الى تنظيم. فالمدير اليوم شنو مطلوب منه؟ مطلوب منه ياخذ هذا الفريق ويوجه كل جهوده باتجاه واحد علشان يحقق هدف هذا المشروع. فالمدير الناجح هو اللي يقدر يوجه جميع جهود فريقه باتجاه الهدف. هني نقدر نقول عنه هذا النجاح. جميل جدا. اليوم نتكلم عن مركزيه ولا مركزيه، وشلون الواحد ممكن يدير الفيرم مالته بطريقه حلوه، لكن كثير من المدراء يغفلون عن شيء كبير وهو توزيع المهام بين الموظفين. تلاقي عندك موظف الشغل كله على راسه وعندك 10 موظفين مو قاعدين يسوون شيء على سبيل المجاز. صحيح. في الإدارة، فأهمية توزيع المهام أخوي أحمد. صحيح، هذه نقطة جدا مهمة. غالبا شنو يكون أسبابها؟ المدير تلاقيه هو مشغول وعليه الشغل وايد، وموظفينه بعضهم يمكن ما تم تدريبه بشكل كامل، فتوصل له مثلا مهمة ما يعرف يسويها. فالمدير الحين شو يسوي؟ ما عنده وقت انه يدرب، فيقول اعطوها حق فلان. يختصر على نفسه. ايوه، لان فلان عارف الشغل. بس هذا مع الوقت ومع الاستمرار مثل ما انت قلت راح يزيد اللود على هذا الشخص. وهني هالاشخاص يكون ما عليهم ضغط كافي، فتلاقيه يمكن يمل بالعمل او يحس انه باحباط، انه ليش هذا الشخص عليه الاهتمام وعليه الشغل وانا ما عليه. لكن لو تم تدريبه بحيث يكون جاهز لاستقبال اي مهمه، بالعكس راح يكون قادر انه يعني يقسم المهام عليهم بالتساوي. نعم. جميل. يعني هي المشكله مو مشكله الموظف في الغالب؟ لا، ممكن في حالات خاصه، مثلا موظف يكون كسول او مثلا ما عنده حافز للعمل، لكن الغالبيه العظمى انه هو اصلا ما تم تدريبه بشكل كافي علشان يقدر يستلم. فهو اصلا الموظف متحير والمدير ايضا متحير، يقول انا ما اقدر اسلم المهام لانه راح يخربط الشغل، اعطوه حق الشخص اللي عارف. نعم، وهو يبي طبعا المهمه تكون اكيد في اكثر وقت يتم انجازها وما يكون فيها اخطاء وغيرها من هذه الامور. لكن يعني احنا ذكرنا يمكن نقطه جدا مهمه لتوزيع المهام، لكن شنو هي ايضا الاخطاء اللي يقع فيها المدراء وشلون ممكن انهم يتفادونها اذا كانت هذه الاخطاء دائما تحصل معهم؟ ايوه، احد الاخطاء اللي احنا ذكرناها غياب التدريب. خطأ ثاني جدا منتشر، توزيع المهام ما يكون واضح. بمعنى شنو؟ بمعنى الشخص ما يعرف هو وين يبتدي وهو وين ينتهي. هو عنده فكرة عامة إن مثلا خلينا نفترض لو أنت عندك مثلا سوبر ماركت عندك كاشير، هو عارف شنو مهامه إنه يحاسب حق الناس. لكن في بعض المهام الإدارية الشخص ما يعرف وين تنتهي حدود مهامه، فبين النهاية وبداية الشخص اللي بعده في المنطقة هذه تصير فوضى، ان هذا الشخص يدخل على الثاني فيقول له انت ليش اخذت مهمتي، الثاني يقول لا هذه جزء من مهامي، فمو واضح بالضبط وين تنتهي وين يبتدي اللي بعدك. اذا هذا الشيء غاب ممكن تنشا فوضى ويصير مشاكل بين الموظفين. ممتاز. زين خلينا نروح حق بارت اهم. اخونا المهندس احمد يقول لك سنوات الخبره ولا السكيلز المهارات؟ في ناس عندها 30 40 سنه من سنوات الخبره لكن لا تصلح لوظيفه اشرافيه. الكوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل عندها سيئه، اخلاقيات العمل البزنس اثكس وغيره من هذه الامور كلها يعني ممكن تكون متواضعه او شبه معدومه عند هؤلاء الاشخاص. بالمقابل يجيك شخص صار له 3 4 سنوات والمهارات عنده تبارك الله جباره. فاليوم من الرائد، عدد سنوات الخبره ولا المهارات؟
اي هذا سؤال مهم جدا صراحه. شوف احنا اليوم لو مثلا نقارنها في الرياضه ولا في الكره، الفريق ليش يدربونه؟ يدربونه علشان يلعب المباراه. انت الهدف مو في التدريب، انت الهدف ادائك في المباراه. فواحد يقول لك انا ما طافني ولا تمرين طول السنه، زين ممتاز، بس لما نزلك الملعب انا ما اخذ منك نتيجه. وفي شخص ملتزم في التمرين يمكن يفوته شوي لكن اداءه افضل في الملعب. فاليوم انا لو بحط، لو عندي شركه بوظف مدير، انا شنو ابي منه؟ انا ما ابي منه كم سنه هو اشتغل ولا كم سنه عنده خبره. سنوات الخبره هذه اهلتك انك شنو تقدم. اذا هذه السنوات خلتك قادر انك تقدم لي، اهلا وسهلا فيك، ويعني شكرا على سنوات الخبره. بالعكس يعني راح يكون في منه فائده كبيره. بالضبط. اما اذا سنوات الخبره انت ما استفدت منها وبالتالي ما انت قادر تقدم لي، فانا ما استفيد من سنوات الخبره. سنوات الخبره قد تكون مؤشر انه هو عنده مهارات، صح، ولكن مو بالضروره. لذلك انت عينك على المهاره، اذا موجوده خير وبركه، اذا موجوده اذا هالشخص. عشان كذي هذه يعني احد اهم الركائز اللي يفترض انه يتم انه يردون يطالعون الامور المتعلقه بالوظائف الاشرافيه، لان في القطاعين سواء كان خاص ولا حكومي ولا هيئات مستقله او غيره من هذه الامور، هناك ناس تمتلك سنوات خبره وتقدم على وظائف اشرافيه لكن لا يمتلكون ادنى قدر من خلنا نقول اساسيات الاداره، وهذه وجهه نظر شخصيه. اي نعم. طيب احنا اليوم قاعد نتكلم عن المدير واعمال المدير وشلون يوزع المهام، لكن في نقطة ذكرتها حضرتك ما فصلنا فيها شوي، اللي هي الخبرات. المدير يعني مع تغير السنوات والتطور الكبير بعد هو يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تطوير بالنسبة لمهام عمله، فش كثر مهم أن أيضا المدير يتم تطويره دائما في مجال عمله علشان يقدر يدير هذه الإدارة اللي فيها تغيرات كثيرة مع مر السنوات، في أمور تكون مستحدثة جديدة حتى طريقة الإدارة تتغير يعني. صحيح. تدريب المدير جدا مهم، لأن أنت اليوم لو عندك شخص يدير فريق من 10 ولا 15 واحد، إذا هو كان مدرب ممتاز ممكن هو فقط بسبب تدريبه يقدر يقود هذا الفريق بشكل ممتاز. لو هو قل عنده التدريب أو قلت عنده الكفاءة ممكن يصير عنده مشكلة في أنه شنو يقدم لهذا الفريق. فأنت اليوم تدريب المدير ممكن ينقسم إلى ثلاث أقسام. أول شيء أنك تأهل هذا الشخص أنه يتحول من موظف إلى مدير، لأنه ممكن الشخص يكون موظف جدا ناجح. مثلا خلينا نفترض عندك مهندس وهو هندسيا جدا ناجح، ولكن هو ما عنده الخبرة والدراية شلون أدير فريق من المهندسين إداريا يعني. أيوة. فهني مهارات مختلفة مثل ما تفضلت. فهذا النوع الأول، أن تهيئة أنه يستلم منصب إداري. النوع الثاني اللي ذكرتيه أنت، اللي هو لازم يكون دائما مواكب فيحضر دورات بشكل مستمر، وهذه دورات أيضا تكون تنشيطية. بعض الأشياء أنت كنت تسويها وتلاقي نفسك مع مرور الزمن يمكن نسيتها وصرت ما تسويها، فالدورة تذكرك تقول صح احنا قبل نسوي مثلا اجتماع أسبوعي ليش تركنا، لا خلنا نرده. فهذه الدورات أيضا تطورك وأيضا تنشطك أن تتذكر شنو الأشياء اللي كنت تسويها في حال أنك توقفت عنها. جميل جدا. تعثر مهام العمل اليوم احنا كلنا في إدارة، تعثر خلنا نقول أداء المهام، اللوم يقع على منو؟ الموظفين، المدير، المسؤول عن هؤلاء الموظفين، منو بالضبط؟ اي السبب قد يكون الموظف، لكن اللوم على المدير انه سبح للموظف انه يخطئ. يعني الموظف اليوم لازم تكون عليه متابعه، كل ما الموظف صار افضل وتميز ممكن تخفف عنه المتابعه. اما الموظف الجديد او اللي ما عنده خبره او اخطاء وايد ممكن تبي تتابعه مثلا 5 مرات في اليوم، تحسن ممكن تبي تتابعه 2 مرات في اليوم، تحسن ممكن تتابعه 2 مرات في الاسبوع، صحيح، وتلاقي اموره ممتازه. فاذا عندك موظف قاعد يخطئ، طيب انت المدير ليش ما قاعد تتابعه؟ تابعه، يمكن في شيء ما يعرفه، في عنده مشكله. يعني انت كونك المدير والمسؤول انت مسؤول عن كل اللي يصير تحتك، صحيح. حتى لو صار خطا راح نقول هذه مسؤوليتك. صحيح. نعم. انا ودي اعلق على هالنقطه تحديدا. يعني وظيفه المدير اداريا انه يدير هذا الفريق، فريق العمل كامل ويكون ناجح، لانه بالنهايه يبون ينجزون هذا العمل. لكن في بعض المدراء ممكن يوبخ الموظف على اساس انك انت، خصوصا اذا كان الموظف جديد، انك انت ما انجزت هذه المهمه. هذه يعني ما فيها عدل انا اشوفها، ان انت عندك خبره كافيه يمكن ومجال عملك وعارف بالضبط شنو هي مهامك، وممكن يكون موظف جديد تو متخرج قد يقع في هذه الاخطاء. شو ممكن يوجه الموظف علشان يتقبل هذه النصيحه ويعدل بعد من اخطائه ويتشجع انه يروح للعمل؟ ايوه صحيح، نقطه جدا مهمه.
يعني احنا اليوم للاسف انا شفت هذه بعض المرات، كنت امر بعض الشركات اشوف هذا الشيء عندهم، تلاقي المدير اول حل بالنسبه له مثلا شركه اكون قاعد اقدم لها مثلا استشاره وتكون مبيعاتهم نازله، تلاقي صاحب الشركه يوبخ الموظفين. طيب هذا مو اول حل انك توبخ، في وايد حلول قبل التوبيخ. اول شيء انت لازم تعلمه شنو دوره، ورقم اثنين لازم تدربه على هذا الدور، ورقم ثلاثة تتأكد أنه قادر على القيام بدوره، ورقم أربعة تتابعه. إذا هو عرف دوره ومتدرب عليه وما قاعد يسوي هذا الدور، ممكن أنك توبخه تقول له زين أنت جاهز ليش ما قاعد تشتغل. لكن إذا أنا ما علمته بالضبط دوره ولا دربته شلون هي أوبخه، لازم أوبخ نفسي أنه ليش أنا ما دربته، خلني أدربه وبعدين أجرب وأشوف هل هو فعلا عنده كسل ولا هو عنده عدم معرفة. نعم. جميل. يعني أخوي أحمد بسألك سؤال، بس هذا السؤال نبي ننزل فيه إلى حس الشارع، حس المجتمع، ونخلي البساط أحمدي. حلو. إنزين، المؤهل والغير مؤهل، الدارس والغير دارس، الكفاءة والغير كفاءة، الكل يستذبح يبي يصير مدير، ليش؟ صح. والله شوف يعني المنصب الإداري أكيد لما تزيد على الإنسان المسؤولية هو يصير عنده مثل رضا عن نفسه أكثر. يعني الإنسان تشوفه كل ما ينجز وينتج أكثر كل ما هو يكون سعيد في نفسه أكثر، وهذا الشيء الطبيعي يعني اللي تذكره. إيه طبعًا. إنسان. الإنسان بطبيعته يحب يكون أفضل، فهو يقول أنا شنو الأفضل، هل أكون أنا موظف ولا أقود فريق من خمس لا أشخاص؟ لا يدخل ضمن سالفة الواجهة الاجتماعية أو غيره من هالأمور؟ قد يدخل وما يمنع، يعني بالعكس إذا هو يبي يكشخ إنه يقول أنا مدير عليه بالعافية. عليه بالعافية. بشرط إنه شنو يكون مؤدي مهامه 100%. يكون كف. أيوة. إذا أنت كفاءة. عليه بالعافية بس إنه يكون كف. بالضبط. كفو. صحيح. يعني هذه الأسباب يمكن لأغلب الناس يعني يتمنون إنهم يصبحون مدراء في مجال عملهم، ونحن نتمنى إن الكل فعلًا يترقى في مجال عمله ويجتهد أكثر علشان يقدر يحصل الوظيفة اللي هو يحلم فيها أكيد طول عمره. لكن نسمع أيضًا عن نائب المدير العام. شنو هو نائب المدير وشنو هي وظائفه أيضا ومهامة اللي ممكن يسويها؟ أيوة، نائب المدير جدا جدا مهم. بعض الأحيان نائب المدير يكون وظيفته فقط هي نائب المدير، وبعض الأحيان يكون هو عنده إدارة أخرى ولكن ينوب عن المدير العام في حال غيابه. نعم. ليش جدا مهم؟ أنت اليوم أي موظف موجود سواء كان مدير أو موظف عادي، نعم، عنده مسؤوليات هو ماسكها ويخلصها. طيب في حال غياب هذا الشخص هذه المسؤوليات راح تتعطل، لازم شخص ثاني يحل محله وينجزها. لكن اليوم لو أنا عندي المدير العام غاب، سواء عنده إجازة سواء عنده اجتماع، أكيد هو ينشغل. طيب لما هو يطلع في إجازة ولا يطلع الاجتماع أو أيا كان، هذه المسؤوليات هل نخليها تتجمد؟ ما نقدر نخليها تتجمد. ليش؟ لأنه هو فوق فماسك الإدارة كاملة، لازم شخص ثاني يحل محله بحيث يمشي الأمور. فنائب المدير هو اللي يقدر يخلي المدير يطلع بسهولة ويرد، مثلا لو مسافر، لو افترضنا مثلا ما عنده نائب مدير تلاقيه هو مسافر شغال على اتصالات طول اليوم، 10 اتصالات في اليوم ما استفاد من إجازته أصلا. أيوة يعني ما يعتبر طلع إجازة. لكن لو في نائب ممكن هو في نهاية اليوم ها أبو فلان شو اللي صار وياك، والله 1 2 3، فيصير عنده معرفة شنو قاعد يصير في إدارته، لكن بنفس الوقت هو قدر يفصل من غير ما يأثر على إدارته. جميل جدا. زين قبل أن نختم هذا اللقاء الجميل واللي أنا شوي كنت مشاغب فيه، نبي نصيحة أخيرة للمدراء وللموظفين وللمقبلين على العمل. حلو. أنا أعتقد أهم نصيحة وضح حق الموظفين شنو مهامهم، احرص أنه يتدربون، وأنت تشوف بنفسك أنهم قادرين على أداء المهام، وبكذي ممكن أنت ترتاح من 70% من المشاكل اللي كنت تواجهها. جميل جدا. كل الشكر لك ضيفنا المهندس أحمد ندوم، مستشار ومقدم دورات بالإدارة. شكرا لك على العنوة وعلى الجاي وعلى هذا الكلام الطيب. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة. حياك الله ويعطيك ألف عافية. الله. ننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرتنا القادمة. كنا نتكلم عن الإدارة، ترى الإدارة فيها نجاح، علشان شذي نقول هاشم بأن النجاح عبارة عن سلسلة ومحطات ممكن أنها تكون صعبة ومؤلمة في بعض الأحيان، لكن ننجح وعلينا بالمثابرة والإصرار. فقرتنا المقبلة مع رقية الشيخ، مدرب في تطوير الذات. We'll be right back.